لذلك معناها 15 رئيس قائمة أقل من 40 سنة، وهذا مراهنة على الشباب. حبينا ندعم الشباب بتاعنا من أجل المشاركة أكثر في رئاسة القوامات، في رئاسة القائمات والفعل السياسي بصفة عامة. بالنسبة للمترشحين الجدد والمترشحين القدم، يعني عدد المترشحين الجدد وعدد المترشحين القدم، يعني اللي ترشحوا في المجلس الترشح، تعرفوا اللي فما جزء من النواب بتاعنا غادرونا مشاو لأحزاب أخرى أو ما نحبوش نحسبوهم، اللي عاودوا ترشحوا ثم أخت لبنى جريبي، أخت سلمى سنايدي، العبد ولدنا كما يقولوا، سي جلال بوزيد، سي العربي عبيد، سي الحبيب الهرقاب، هذوما مولد الرياحي، سي جمال الطوير، هذوما النواب اللي عاودوا ترشيحهم. كذلك ثم من رؤساء القائمات اللي ما صرفوش الحق المره اللي فاتت واللي دعمناهم المره هذه، كما سي سلاح مشارك ولا سي حمدي بن ربيحه، انهم عاودوا ترأس القائمه. نحب نشوف الامثله، معناها ما عندناش شكون معناها المكتب المحلي اللي في سبيتلا اللي يهدد واللي يقدم الاستقالة. المكتب المحلي في سبيتلا، الاخ رئيس القائمه سي لطفي الرحالي هو موجود، هو معناها في الحزب من 2011 وترشح في قائمتنا في 2011، هو معناها في تالا واصيل تالا، معناها عملنا احسن نتيجه في سنه 2011، فمعناها ما عندناش واحد ماهوش منخرط في الحزب. ما مشيناش في تمشي نتاع انك تمشي نجيب رئيس فريق كرة قدم او رجل اعمال او مرأة اعمال، او ما مشيناش في التمشي هذاك، عملنا على المناضلين نتاعنا. احنا عملنا تقييم لمقارن بين ما صغناه في البرنامج وصغناه كأهداف لتحقيقه في البرنامج الانتخابي نتاعنا، واحنا نعتقد انه معناها بالنسبة للجانب الدستوري، الجانب التأسيسي، معناها توصلنا إلى تحقيق 90% من ما معناها أقرناه في البرنامج نتاعنا، وهذا موجود في الوثائق اللي وزعناها. نعم. معناها راضين على مستوى تحقيق الأهداف نتاعنا. احنا باش نعطي مثال بسيط، النظام السياسي كنا من القليلين تجي تقول التكتل ولا حزب المؤتمر هما اللي دافعوا على النظام المزدوج اللي حاليا هو رئيس جمهورية منتخب بالاقتراع العام وعنده صلاحيات معينة ومحددة، وما يكونش سوريا منتخب من المجلس النيابي. فهذا هو الأحزاب الأخرى الكل كانت مع سواء النظام البرلماني البحت من حركة النهضة إلى حزب العمال مثلا، حزب العمال الشيوعي كان مع النظام البرلماني، إلى الحزب الجمهوري اللي كان مع نظام رئاسي لا وجود لرئيس حكومة كما النظام الأمريكي. احنا معناها من الأهداف الأساسية هو النظام المزدوج، هو اللي يخلق التوازن داخل السلطة التنفيذية من أجل معناها الوصول إلى ديمقراطية، وإلى أنه ما ثماش احتكار للسلطة من جهة معينة داخل السلطة التنفيذية. هذا مثال فقط.